فريق الكرامة يعزز من تقدمه. للأسف كلمة دوري المحترفين لكرة القدم صار لازم نفكر بغير تسمية، لأن ممكن تزبط معنا أي تسمية إلا كلمة دوري المحترفين. دوري المحترفين على شو؟ ملعب كرة قدم منيحة ما في، إدارات أندية عم تشتكي من القلة وما معهم مصاري فيه. هن بالاساس بدايه الدوري كلها كان غلط. المشكله الاكبر اللي انت اليوم بدك تلعب كره قدم على ملاعب الخيل، اذا بيلعب فيها ممكن يكح، الخيل اذا بيلعب فيها ممكن يطق رجله، مو ركبته رجلها. طبعا انا اكيد رفع لي اتحاد كره القدم انه بده يعطي مكافاه 400 يورو للمدرب. على شو بدي اعطيه 400 يورو 4000 يورو عفوا على مباراتين؟ وما راح اعطيها، هلا بيطالب ما راح اعطيها. وما راح اعطيها، هلا بيطالب ما راح اعطيها. ما يضحك علينا، نحن رياضيين بنفهم شو معناته الرياضه.